خمس عاملك مشاريع تخص التربيه ولادنا وبناتنا باش نحسنوا الاداء ونحسنوا التمدرس ونخلوا الاساتذه ولادنا في اريحيه من 2021 لم تنطلق. علاه هكذاك تراكمات هكذاك ظلم ولا قال ايه نديروا اللي زين نديروا على الغاز. شوف وين الدوله عطيها اهميه استثمار برنامج تاع السيد رئيس الجمهوريه من اجل الاستثمار العمومي خاصه في قطاع التربيه تكفل بهذا القطاع الهام الهام جدا باش هكذاك القطاع هذا اللي عطيه السيد رئيس الجمهوريه يعني عنايه كبيره واهميه قصوى. اليوم نشوفوا باللي راك تشوف رغم ان المبالغ الماليه ترصدت ورغم ان الامكانيات كلها متوفره ولكن للاسف كان تاخر في انجاز هذه المشاريع واخذها بعين الاعتبار وتمكين المواطنين منها باش يستفادوا منها وتتحسن في اطار المعيشه. اليوم الحمد لله نشكرك اللي راه تعاود تحركت لهذا القطاع واعطيته الاهميه نتاعو اللازمه والحمد لله ان حررنا 13 الابتدائيه اللي كانت متوقفه وشحال من متوسطه. شوف سيد الوالي حاليا الوضعيه الى غايه حررنا الى غايه اليوم عندنا ثانويه متوسطتين اربع مجامع مدرسيه راهي في الانجاز. لا لا وشحال حررت بصفه عامه كامل 13 المشروع كامل درت فيهم الاجراء سيد الوالي.